الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، من أعظم الواجبات يا جماعة الرد على أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، والرد على دعاة الكفر ودعاة الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وسيد الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني أكثر حاجة بخاف الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته بخاف علينا من الأئمة المضلين. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، خلي بالك معي عليك الله، خليك من أي هوس، خليك هنا، زول جاي جوا هنا بتنجم إن شاء الله تعالى، تكورك تكورك من برا ما بنا ولا بنا عايل لك ذاته، عرفت كلامي؟ من برا ولا بنا عايل لك، لكن جيت جوا وصلت بتتنجم بالآية وبالحديث إن شاء الله تعالى. والناس دي كلها دايرة تسمع ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا قال في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا لابد من توضيح وإبانة سبيل المجرمين القاعدين يضللوا المسلمين الليلة. ومن أعظم المجرمين، هوريك له بعد شوية، أنا هتكلم من كتابه، والزول لو عاقل الله أداه مخ وفهم في راسه ده حيسمع. إذا كلامنا كويس بشيله، إذا كلامنا كعب اللي يدي البحر، ولا كلامي ده غلط يا جماعة، ده الزول كويس، لكن الزول البليد هو اللي ما دار يسمع أصلا ولا دار يخلي غيره يسمع. وده ربنا سبحانه وتعالى بيسأل يوم القيامة، ودي من صفات أهل النار. أهل النار قالوا شنو؟ قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني من صفات أهل النار أول حاجة ما كان بيسمعوا الحق، يجي كورك بجاي ويعمل له نوبة بجاي ويرقص زي النساوين. أنت أصلك لو هيك فايدة تعال والله نديك المايك ونديك 10 مايك بدل واحد، تعال قول لنا الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، وقول الكلام اللي قالوه المشايخ من قبل ديل كله كذب، البرعي ما قال كده، الكباشي ما قال، ودي ما كتابهم، والكلام ده معناته ما كده، ويجوز ندعو غير الله لأنه الدليل من الكتاب والسنة كذا، ده الزول اللي بيفهم، عرفت كلامي؟ لكن تجود ساكت دي أول حاجة الناس كلها حتكره، كل الناس بيكرهوا. أنت لو زول عندك فهم تعال ناقش، نحن منعنا زول يناقش يا جماعة. أول امبارح جانا أكبر صوفي في الحاج يوسف، ألقى بيديه إلى التهلكة، دخل الحلقة بتاعتنا في الحاج يوسف سوق 6 اسمه حميدة، الصوفية اللي بكوركو بيكون بعرفه كويس، اسمه حميدة، بيتبركوا بيه وبيبوسوا كرعينه كده، إن جغم جغم من أم ولدته ما أظنه شاب جغم زي ده قبل كده. أدينا 3 مايكات الحلقة حقتنا، قال داري يخش، قلت له ما ادوا المايك يا جماعة، مع إنه جاء طاير ما عطى المايك، جيت لي كده أخونا ماسك السلك، قلت له المايك وين؟ قال شيخ حميدة جاله. مشينا جبنا منه قلنا له يا اخي ما تكورك، هاك داير كرسي داير كوبايه شاي بنديك، اتكلم في شنو يا جماعه الناس بتكورك ليه؟ اتكلم وانجغم، الحمد لله رب العالمين الموضوع انتهى، والعالم كله شهاده الموضوع ده انتهى خلاص. واي صوفي الله خلقه في الواطه دي كان انت ما بتقدر جايط من برا الواحد البيغادي ذاك، عرفته ولا غيره؟ ما بتقدر انت تناقش بالحجه لا ايه لا حديث، اضرب لي شيخك بنحول لك رصيد، والله العظيم جد نحول لك رصيد، اضرب لشيخك ابجاكوم الكبير اللي قاعد يغشك في الحله هناك ده وماكل قروش الناس
ومقلع ذهبات النسوان وماكل العنبلوقات والخرفان كلها جيبوا ماله. نحن ما عندنا مشكلة بندي المايك يتكلم وبعدك بنردم وبيدور رحمة. عرفت كلامي انت؟ فما تكورك ساكت، جيب كتاب البرع عليك. امسك يا مازن قرب المايك. انت اسمع وشوف البرع ده الكلام اللي بيقوله حتى ابو لهب الكافر اللي ربنا قال عنه تبت يد ابي لهب وتب، وفي النهاية قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حتى ابو لهب ما حصل الكفر ولا قال الكلام الكفري قدر اللي بيقوله البرعي. اسمعوا اسمع كلامي ودي البحر لو غلط. عرفت كلامي؟ ومهما جدت من برا نحن ما بنشتغل بك، لكن لو جيت جوا بنشتغل بك يا دوب. طيب اي زول هاي ده طبعتين من كتاب واحد، دي الطبعه الجديده حذفوا منها قصيده مصر المؤمنه، مش كده؟ من الطبعه دي، ودي الطبعه الاولى فيها قصيده مصر المؤمنه. ده اسمه ديوان رياض الجنه ونور الدجنة لعبد الرحيم البرعي، ودي الفاتورة بتاعت الكتاب. اشتريناه اشترينا منه نسختين، اثنين نسخة رياض الجنة في 15 جنيه، النسختين بيعمل 30 جنيه، دي النسخة من المكتبة عشان ما تقول لي طبعته انتو. مطبوع وين؟ مطبوع دار ومكتبة الهلال بيروت. كفر جاي مستورد من برا خلاص؟ بتوزعوا هنا في الخرطوم بيت السغافة الخرطوم. ودي ديوان رياض الجنة ونور الدجنة تأليف الشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد وقع الله البرعي، ودي صورة الشيخ، دي صورة الشيخ يا جماعة، دي صورة الشيخ البرعي. طيب قال حقوق الطبع محفوظة، صندوق بريد 15503 بيروت لبنان عبد الرحيم البرعي. وده الصورة ودي التوقيعتين. والديوان ده ذاته البرعي مدحه في التلفزيون ومدحه جوه الديوان ذاته، قال مدحوا جوا الديوان هنا عفوا، قال نور إلهي دجنتي اللي هو ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. البرعي قال نور إلهي دجنتي نسلك جميعا طريق السنة. برعي ألفه وفرحان، فرحان قال نور إلهي دجنتي اللي هو الكتاب نور الدجنة ده. طيب الكتاب ده نحن نقرأ الكتاب، لا دايرين نشتمه ولا دايرين نشتم أمه ولا حبوبته ولا عندنا شغلة معاهم، نحن بنقرا كلام البرعي. انت زعلان ليه؟ البرعي كتبه عشان نقراه. كتبه ليه يا جماعه؟ عشان يتقري. شوف الصوفي ابلد زول، تقرا كلام شيخه يزعل. انت عارف شيخك لو حي المفترض يزعل منك، ليه؟ لانه شيخك كتبه عشان نقراه، نحن قريناه، انت زعلان؟ وشيخك ما كتبه الا عشان نقراه. كده بالراحه كده يا جماعه، كلام ده منطقي؟ الصوفي لما يزعل ويبرطع ببره ويجوط، عرفت كلامي؟ ده ما فاهم اي حاجه، لانه البرعي كتبه وده السوق ونحن اشتريناه وقروشنا دي كلها دخلت جوا كرشه البرعي، ما بزود سهله. عرفت كلامي انت؟ انت زعلان ليه؟ معلش انا لو قلت هنا على الام البرعي هنا على الابو من حقك تزعل بالمناسبه، نحن هنا بنقول من حقك تزعل، لكن لما نقول البرعي قال والله قال ردا على الكلام ده، انت اللي زعلان من ياتو، زعلان من ياتو انت. طيب في صفحة رقم 17 وأقدر أعمل لك سياحة، سياحة في كتاب البرعي سريعة جدا. الصفحة رقم 17 من ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، القصيدة اسمها مهبط الوحي، السطر الخامس قبل الأخير من تحت، خامس من تحت، بيتكلم البرعي قال فإن ضقت ذرعا في زمانك نادي، تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن ضقت ذرعا في زمانك ناديه تجد غيات الخلق باد وحاضر. قال إذا حصلت لك ضيق في زمنك ما تنادي الله، نادي الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك تجد غياس الخلق بغيسك باد وحاضر. هل الكلام ده في القرآن والسنة جائز؟ طيب نرجع للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال، وعليكم السلام، السؤال في النهاية ما عندنا مشكلة بالسؤال. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال كده، فربنا قال ما تدعوا مع الله أحد، يعني أحد ده دي نكرة، أحد في صياغ النهي أفادت جميع عموم الآحاد.
لا تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، ولا تدعو أي نبي ثاني ولا رسول عليه الصلاة والسلام، ولا تدعو ملك ولا تدعو جن ولا تدعو صالح ولا ولي ولا تدعو شيطان ولا أي أحد. ربنا قال فلا تدعو مع الله أحدا، يعني إذا دعيت غير الله أنت مشرك وكافر، لأن ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب دي بالصفحة 17. الصفحة 19 في نفس القصيدة مهبط الوحي، دعنوا عن القصيدة، البرا يقول إليك رسول الله أشكو مصائبا. واحد قال أقرأ من البداية، أقرأ لك من البداية، من البداية قال إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابر، فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري، وأنت لنا غوث وعون وملجأ وركن ومفتاح لعين البصائر، وأنت لمرضانا شفاء ورحمة، وأنت دليل قد هدى كل حائر. عليك الله خليك يا أخ من الناس يا شيخ. يا أخونا زول جوا أنا براي بنجم، ما في ما بقى. إن شاء الله ما بحوجك لزول، فهمت كلامي؟ زول كورك من برا من الصوفية، ما من الناس المحترمين دين، دين نحترمهم جدا كلهم. زول من الصوفية كورك من برا، أنت لما تطلع لي برا فما كلامي ده كده، خلي الكتاب ده ذات. لما تطلع لي برا بتكون عملت حلقتين، دي حلقة وديك شنو يا جماعة؟ وديك حلقة وده والدائر ذاته، فخليك فاهم. زول كورك من برا خليه برا يا أخي، يا كورك يا نطت يا بول خليه برا هناك، جا جوا هنا إن شاء الله بتنظم نظام من أم ولدته ما شافوا يا أخي. عليك الله خليه، خليه برا، أي من برا عليك الله ما تتلفت. أسمع كلامي، ما في النهاية مهما صوته عالي ما أعلى من الميكروفون، فهمت؟ لا لازم أنبه أخوانا الكلام ده، عرفت كلامي؟ لازم، الكلام ده مهم جدا، عرفت؟ زول دي فنيات الحلقات، زول كورك من برا أوعك تمشي لبرا، جا جوا خلاص نعمل لك شنو بعد يعني، عرفت كلامي أنت؟ أي بس خليك معي. ما هو المحرك وشنو المحرك والكلام ده ناس. أنا أكثر مما أجيب لك كتاب البرعي وصورة البرعي ودار دار دار النشر طبعة الكتاب والفاتورة اللي اشترينا بها الكتاب، أجيب لك شنو ثاني يعني؟ وأفهمك كيف يعني؟ أفهمك بوين؟ أنت راسك ما بيفهم، أنا أفهمك بوين يا صوفي؟ بأي اتجاه؟ عرفت كلامي؟ الصفحة رقم 19، خليها عليك ما تشتغل بيه. خلي طيب، الصفحة رقم 19 البرا يقول إليك الكلام ده أصوبنا، خلي ليوم القيامة إن شاء الله. إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابر، فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري. شوف الشرك ده كيف، ده شرك بالله. وأنت لنا غوث وعون وملجأ وركن ومفتاح لعين البصائر. البغيث منا يا جماعة الله. طيب الدليل من القرآن، ما داك بجود بدون قرآن، ده قرآن. ربنا قال إذ تستغيثون منه ربكم، ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ده كلام الله سبحانه وتعالى. زول قال غير الله بغيث ده كافر. زول قال أطلب الغوث والمدد والاستغاثة والاستعانة من غير الله ده كافر. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، الله قال إنه لا يفلح منه الكافرون. طيب البرعي قال وأنت لمرضانا شفاء ورحمة. طيب البشفي المرضى من يا جماعة؟ طيب الدليل قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، ده في القرآن. أما في السنة كما صح الألباني في السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الطبيب، إن الله هو الطبيب، يعني اللي بيشفي منه يا جماعة الله. في السنة كان قالت عائشة من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس أحد من أهل بيته وجعا في جسده مسح بيده اليمنى على مكان الألم أو الوجع وقال اللهم رب الناس مذهب الباس أشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت. إذن البشف من يا جماعة الله. البرعي قال ما الله،
قال في شريك مع ربنا تاني بيشفي، وده من توحيد الربوبية. قال كان أبو لهب وأبو جهل، عرفت كلامي؟ النزل فيهم قرآن، كانوا بوحدوا توحيد الربوبية تمام، البرعي قادي فيهم من قبيل. ده الكلام ده من توحيد الربوبية، دي الصفحة رقم 19. الصفحة رقم 67 من ديوان رياض الجنة ونور الدجنة لعبد الرحيم البرعي، قال: وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس. ناس الواعين الفاهمين بيركزوا في الكلام ده عشان يشوفوه غلط، ولا نحن تكلمنا في الرجل ده بالكذب. قال البرعي: قال بكر تدار على أيدي أبكار، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع الناشئ منها على الراس. قال: لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي. أها، نشوف بعدها لسه كلام جاي، شوف الكلام ده كيف، وده قريته لك من البداية، عرفته؟ قال: غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم. قال لما نذكر شديد الصوفية بيغيبوا ويفوه بشيء في سرائرهم، يدق عن فهم ذي علم بكراسي. زول عنده علم ذاته ما يفهم، يلا بقولوا شنو في اللحظات ديك الصوفية الكبار. البرعي قال: قال الحسين، الحسين ده من يا جماعة؟ ده الحسين ابن منصور الحلاج. قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. كراي فوق الله اللي بتعبدوه، انتوا بتعبدوا منو يا جماعه؟ معبودكم منو؟ معبودكم منو؟ الله. البرعي قال الحسين الحلاج قال: على معبودكم قدمي وضعته. كراي اللي بتعبدوا ذاته. اها، البرعي قال الزول ده كافر الله يلعنه، ولا قال شنو يا ربي؟ نشوف البرعي قال شنو. المفروض يقول الزول ده كافر الله يلعنه ومجرم وزنديق، صح ولا ما صح؟ يلا نقرا كلام البرعي ده كتابه. قال: قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. قال البرعي: يا له من عارف كاسي. ده عارف بالله، قال لك ده عارف بالله، لسه جايك الكلام انت قايله ده بس. قال البرعي: يا له من عارف كاسي. ده السطر رقم 4 من تحت، الصفحة 67. قال البرعي: وقائل خط بحرا زاخرا. وده أبو يزيد البسطامي، الكلام ده منسوب له، ده برضه صوفي تاني. البرعي قال: وقائل، يقصد أبو يزيد البسطامي، خط بحرا زاخرا من العلوم والأنوار والمعارف. وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. قال شيوخ الصوفية ده الخاضوا بحار يعني من العلوم والأنوار، حتى الرسل الله رسلهم للناس ما يقدروا يخشوا البحار بتاعت العلوم والأنوار دي. شوف الكلام ده كيف، دين يفضل شيوخهم حتى على الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ده في الصفحة 67. حكم الكلام ده يا جماعة، أو ده الكتاب وأو دي الصفحة، حكم الكلام ده وصل وداير تقرأها اكشيل واقرأه. طيب حكم الكلام ده يا جماعة، حكم الكلام ده كفر بالله وإلحاد. زول يقول كراع دي فوق الله، ده كفر وإلحاد من البرعي ومن الحلاج اللي قال الكلام ده. ده في الصفحة رقم كم؟ 67. دي سياحة بس، نحن ما دارين نقيف على كل بيت وقفة طويلة وأدلة كثيرة، دي اسمها سياحة في كتاب، أعظم كتاب أصلا للشرك في البلد دي فيما أعلم. الصفحة 69، قصيدة أذكر إلهك بكرة وعشية. عرفت كلامي؟ شيل الكتاب ده، اسمه رياض الجنة ونور الدجنة عبد الرحيم البرعي، ودي لي أكبر سماني على وجه الأرض، قول لي الكتاب ده حقكم ولا لا؟ أسأله، أنت ما تستعجل تقول كذاب، لأنه الكلام ده ربنا بيكتبه لك. ربنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا ما عندي مصلحة أكذب على البرعي، لا عندي معه مشكلة قبلية، ولا عندي معه مشكلة مالية، ولا عندي معه مشكلة شخصية. ده كتابه ودي صورته، أهو دي دي صورة البرعي، عرفت كلامي؟ طيب شيل ودي لي أكبر سماني، قول لي ده كتاب أبويا الشيخ البرعي ولا لا؟ إذا قال لك لا أنا كذاب، عرفت كلامي؟ ما تستعجل، ساكت. ده أعظم كتاب ألفه البرعي على وجه الأرض، عنده كتب تانية، عنده كتاب ليك سلام منه،
مني، عنده كتاب أعلام الطريق، عنده كتاب اسمه كتاب التوحيد، صغير رسالة صغيرة، كلها موجودة عندنا اللوة، لكن ده أعظم كتاب ألفه، والمدايح الجواه اللي أنا بقراها والناس كلها مستغربة دي بجواه في إذاعة الكوثر وقناة ثاهور، عرفتها؟ لكن في ناس مع المزيغة ومع الرقيص هوب 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 بحتة النبك ما فايد، كلام ده كفر يا شيخ، عرفت كلامي؟ صفحة 69 قصيدة أذكر إلهك بكرة وعشية، تأليف عبد الرحيم البرعي. أنا نبصت يا جماعة، قلت أنا علومه يا جماعة، قريت كلام ولا ما قريت؟ إذا كلامه كاب ده البرعي، ده ما أنا، أنت زعلان؟ زعلان من البرعي ما مني، لأنه ده كتاب البرعي. صفحة 69 قال البرعي يقول: فالذكر عنوان الولاية إنه، ده كلام كمان عجيب مرة واحدة، وأزيدك معلومة، الزول الورد جاي ضاك ما تزعل، كلام ده أنا قريته في قناة جون الفضائية، ما لليلة ما في شيخ طريقة جا قال لي كذاب ما قلنا لليلة، غنى بيحضروها من كده ليه أمريكا وللإسكيمو ذات، ما في زول قال لي ده ما كتاب البرعي، أنت جاي هنا تقول لي ده كذاب، هم مغرين ده كلام البرعي، بشوف لك مخارجة تانية، قول والله يا أخي قالوا كان نايم كان بيضرب بطريقتك، لكن ده كلام البرعي. طيب البرعي يقول: فالذكر عنوان الولاية إنه حقا يكون به المريد وليا. المريد لما نذكر الله من مريد بيبقى شنو يا جماعة؟ بيبقى ولي، لأنه أصلا الصوفية عندهم رتب زي الأصبليتة بتاعت الجيش، لكن ديك فاضية حقت الصوفية، في مقدم، في درويش، درويش ده زي البكورك برا، في حوار، حوار ده يمكن يكون ده النوع اللي بيشيل الإبريق، عرفت كلامي؟ بعد ذاك في مقدم ده بيكون رابط نصه وماشي ورا الشيخ، أي حتة داخل الشيخ بيدخل وراه، خارج الشيخ أيوه بيخرج وراه، في بعد ذاك في أبدال، في أقطاب، في شنو ما أعرف ليك، كله هوس في هوس وكله باطل. قال بيبقى من مريد بيتحول لشنو يا جماعة؟ ولي. والمرة الجاية نجيب مع الأذكار ذاته اللي بيقوم أولياء بالكذب دي شنو؟ حنجيبها هنا، حنقرأها للناس. قال: حقا يكون به المريد وليا. واحد يهب الغلام يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سويا وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص وبخطوة يطوي المهامة طيا أيضا يخاطبه الجماد ومن يكن طفلا بحجر المرضعات صبيا. قال لما نبقى ولي صوفي يعني، لما نبقى ولي واحد يهب الغلام، عشان كده بقول لك تودي مرتك لشيخ الليزرقاب إذا ما ولدت، إذا داير ولد ذكر بوقيتين ذهب، وداير بيت انتايا بوقية ذهب. شيخ الليزرقاب زول شاب ظريف وسيم جدا، تمشي تودي لمرتك، عرفت كلامي؟ عشان يديها الجنة، أنت فاهم ولا فاهمك لسه؟ عشان يديها الجنة، هاي خليها كده بس. البرعي قال الكلام ده، ما كلامي ده كلام البرعي يا جماعة، ده البرعي قال: يا أبو الغلام يطير في جو السماء، هي توديها وأنت تقول تعبان تبيع لك بصل النهار كله ذاك ضارب دخن قاعد في الظل يا فردة. طيب قال: يا أبو الغلام يطير في جو السماء، الشيخ قال بيديك الجنة. طيب نرجع للقرآن، ربنا قال لله ملك السماوات والأرض، شوف الصوفية ديل بغالتوا ربنا ولا بغالتونا نحن؟ زعلانين من كلام الله ولا من كلامنا نحن المساكين ديل؟ الله قال شنو؟ البرعي قال الشيخ بيهب الجنة، يهب الغلام، الله قال شنو؟ الله قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، دمنه يا ربي الشيخ بتاع البرعي ولا الله؟ ايوه الله قال يهب لمن يشاء اناثا، بدا بالاناث. البغوي قال: قال السلف ان من يمن المراه تبكيرها بالانثى، لان الله بدا بها، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، دمنا يا جماعه الله، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، واحد يدي بنات بس، واحد أولاد بس، واحد يزوجهم له يعني جو يعني أولاد وبنات يعني، ويجعل من يشاء عقيمة، ده الله. البرعي قال الولي ما الله يهب الغلام، عشان لما تزعل يا صوفي تزعل بفهم،
البراء بعارض الله ما نحن، والله ما نحن، والله الذي لا إله غيره. أنا بقول لك البراء قال، والله قال، للآن ما قلت لك البراء قال وأنا قلته أو شيخنا قال، فهمت كلامي أنت؟ طيب البراء قال يهب الغلام يطير في جو السماء، بتأشيرة ولا بدون تأشيرة؟ دار نفهم نحن، زول بيطير مع الخطوط الجوية السودانية والعربية المصرية والسورية والأمريكية، قال يطير في جو السماء، أها، يمشي على البحر الخضم سوية. الشافعي قام حسم المسألة دي رحمه الله، الإمام الشافعي قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تروا اتباعه للسنة، فإن كان سنيا فتلك كرامة وهو ولي، ما في مشكلة، نحن ما بننكر كرامات، وإن خالف السنة فهذا ولي للشيطان. طيب الصوفية ديل هل فيهم أولياء؟ ده كلام البرعي قعد نقراه كده، جيب كلام القاضي، جيب أبو النواس، بس ده أوريك هل هم أولياء لله عشان يكون عندهم كرامات. أنا بعتقده عقيدة جازمة إنه ما في صوفي على وجه الأرض ولي. ليه؟ أسمع الكلام، أسمع الكلام، ما تستعجل، ده كتاب، أنا بتكلم بعلم وبكتب وأنت بتجوز ساكت ما في أي حاجة. طيب ده كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، بيبيعوه في الدار السودانية للكتب، الطابق الأول الناحية الجنوبية الغربية الرف الوسطاني، أمشي اشتريه، وده الكتاب أسوي لك شنو تاني إلا أمسكك يا صوفي من عنقرتك وأرميك جوا الدار السودانية للكتب عشان تتأكد من الكلام ده. حيرونا ذاته، ده بيعوه في الدار، ما تقول لي كذاب، ده كتاب القادرية. قالوا شنو؟ في الصفحة رقم 58 59، عليك الله اسمع الكلام ده، ده كلام عجيب مرة واحدة. طيب قال نشوف الصوفية ديل، الصفحة 55 عفوا، 55 أول حاجة، الصوفي السطر الأخير ده القادرية، يعني نشوف هل في 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 شيخ طريقة واحد ولي لله؟ ما في، خالص ما في. شوف الكلام ده كيف قال، وصلت إلى العرش، ده الدليل من الأدلة، وصلت إلى العرش المجيد بحضرة، ده الشيخ القادري بتاع القادرية، قال طلع فوق، قال وصل إلى العرش المجيد بحضرة، فنادمني ربي حقيقا وناجاني، قال الله اتكلم معاه بالراحة. أمشي أمشي لسه، صفحة 56 قال نظرت لعرش الله واللوح نظرة، الصوفي قال شاف عرش الله فوق، عليك الله انتبه للكلام ده، ما تشتغل بزول بكورك ولا بد يكورك، لأنه الكلام ده ما في طريقة معه إلا الكورك، لكن تقدر ترد على الكلام ده، ما بتقدر إلا تكورك، لكن تقدر ترد على الكلام ده بعلم وبحجة، قال الله قال رسول الله، ما بتقدر، كلام ده كله كفر كفر، حتى إبليس فيما نقل القرآن ما قال كفر زي ده. الصفحة 56 السطر الأول، الشيخ الصوفي القادري قال نظرت لعرش الله، عشان ما تقول لي قاصد عرش زول تاني أو عرش ملك من ملوك الأرض، قال لك لا ما عندك طريقة يا صوفي أتابع له، قال لك نظرت لعرش الله، أهدي تحلها كيف؟ إلا الكوري، نظرت لعرش الله واللوح نظرة، ولو قال لك لا ما قاصد نظر، قال لك نظرة، وده توكيد لفظي، خلاص اتقفلت، قال لك أنا شفت عرش الله وشفت اللوح المحفوظ بنظرة عديل بعيوني، نظرت لعرش الله واللوح نظرة فلاحت لي الأملاك والرب سماني، وده سطر الأول، إما قاصد الله سماني طريقة سمانية وده كفر، أو قاصد الله عز وجل سماه من الاسم وده كذب على الله وبرضه كفر. طيب السطر الثاني قال وتوجني تاج الوصال بنظرة، الله بعد شنو؟ توجوا، قال توجوا، وتوجني تاج الوصال بنظرة ومن خلع التشريف والقرب أكساني، فوق ده في السماء، الصوفي ده طالع في السماء، ده كيف قال طار في الهواء بتاع البرعي، ده قال طلع لي الله عديل. طيب قال فلو أنني، والله أنا الناس اللي بكركو ديل مرات ما مش بقول بلقى لهم عذر، لكن لأنه ما في طريقة غير إنك تكوري، ما في أي طريقة، يا توب تتابع درب الله عديل يا تكوري، لكن ما في بين كلام، ده كلام كفر راسه عديل. قال
فلو أنني أي زول فاهم بيفهم الكلام ده، فلو أنني ألقيت سري بدجلة هناك في الشام، لو جدع السر بتاعه قال ده صوفي، فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني نهري كامل. قال لك لو جدعت فيه السر بتاعي قال لك يغور يخش تحت الواطي يبقى ناشف. أها. ولو أنني ألقيت سري على لظى الجهنم نار ربنا، ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطانه. يعني هو بيقول الصوفي البليد إنه أقوى من الله ذاته، ولا ما هو؟ ولا ما هو؟ ربنا قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي صحيح مسلم، صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة. نشوف الصوفي ده يقدر يطفيها. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. دي صوفي يقدر يطفيها؟ طيب قال ولو أنني ألقيت سري على لظى أخمدت النيران من عظم سلطاني. قال إلى أن قال، أنا بختصر الحاجات الماء ما عندنا بها شغل الآن لكن كله كفر. قال وقفت على الإنجيل حتى شرحته. قال لك أشرح منه في سنن الدارمي، في سنن الدارمي أن عمر بن الخطاب أتى بورقة من توراة، ورقة بس ولا كمان كله، ورقة واحدة، وقال يا رسول الله هذه صحيفة يعني واحدة من التوراة، وجعل عمر يقرأ منها ووجه النبي عليه الصلاة والسلام يحمر من الغضب، من الغضب. فلما قرأ عمر قال أبو بكر رضي الله عن الجميع ثكلتك الثواكل يا عمر، أما ترى ما بوجه رسول الله يعني من الغضب صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه انتبه عليك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أمتهوكون في يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى، نزل له التوراة ذاته عليه السلام، لو كان موسى ابن عمران حيا وتبعتموه وتركتموني لضللتم. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ورقة واحدة من التوراة. الصوفي ده قال وقفت على الإنجيل حتى شرحته، كله قال، وفسرت توراة وأسطر عبراني، وده حرام ذات. انت قال لك مش افتح منه ذات حرام إلا قالوا للمناظرة. والدليل على هذا الاستثناء انه حرام قراءة التوراة والإنجيل والكتب المحرفة دي لأنه تغيرت. ربنا قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرام إلا للمناظرة. الدليل على انه إلا للمناظرة يجوز، ربنا قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ده كان في مقام إقامة الحجة يعني المناظرة، هنا بيجوز. وورد حديث في البخاري أيضا فيه الدليل على على هذا الكلام. طيب الصفحة 57 قال وإذا ما جذبت قوس مرامي، ده اسمع الكلام ده كويس، كان نار الجحيم منها سهامي. الصوفي قال القادري إذا جريت القوس بتاعي كان نار الجحيم، نار الجحيم منها سهامي، يعني السهام بتاعته أصلا مخلوقة من شنو يا جماعة؟ من نار الجحيم. ده كذب ولا ما كذب؟ كذب، كذاب يا صوفي. قال سائر الأرض كلها كلها تحت حكمي. ما الله، ما الله، الصوفي قال، قال سائر الأرض كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كفرخ الحمام. الفرخ بتاع الحمام الصغير شفت بتمسكه كيف؟ الصوفي القادر قال لك أنا ماسك الكرة الأرضية كلها في قبضتي كفرخ الحمام. وربنا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ده ربنا.
الصوفي قال لا لا لا، قال انا الماسكه ما الله، ده في الصفحه رقم 57. انا قاعد اجيب لك ادله على انه الصوفيه شنو يا جماعه؟ ما في اولياء، صوفيه ما اولياء، ما في ولي في الصوفيه، لكن في اولياء في الارض. ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. ابن تيميه قال فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، انت مؤمن متقي ولي، لكن الصوفيه ما عندهم مؤمن متقي يقول لك ولي، لا لا لا، الولي عندهم ود الشيخ، ود الشيخ اما بيصلي اما بيصوم رمضان، بس ود الشيخ دقس بقى، ود بقى قاعد مع الشيخ وحوار معاه وجنبه، قال لك ده ود الخليفه خليفه، ود الولي ولي اما بيصلي. ودي ما الاولياء، ودي ما الولايه الصحيحه، الولايه الصحيحه ربنا قال الذين امنوا وكانوا شنو يا جماعه؟ وكانوا يتقون. بعدين سؤال منطقي، سؤال منطقي للناس الزعلانين، مالكم انتوا الناس اللي نحسبكم طيبين، النفرين زعلانين ورا هناك، سؤال منطقي شغل عقلك ولو لمده 2 ثانية بس. لو كان الصوفي ده ما قال لك، قال شنو؟ قال سائر الارض كلها تحت حكمي، كلها، لا في حسني مبارك، لا في سيسي، لا في عمر البشير، لا ملك سلمان، لا قبله عبد الله، لا لا لا، ولا اوباما ذات، الصوفي ده هو الحاكم الارض كلها. قال وهي في قبضتي كفرخ الحمام. شغل عقلك يا بس مره واحده، اذا كان الصوفي ده ماسك الارض كلها كفرخ الحمام في يد واحده، في قبضتي، ما قال قبضتي، واحده بس او الاثنين مع بعض، اذا كان فعلا كده فلسطين دي يا جماعه ماسكينها اليهود، المفروض الصوفي ده يرجعها بصباع واحد يعمل لهم كده بس كده يرجع علينا، ولا ما هو كده؟ ولا ما هو كده؟ جنوب السودان دي صح ربنا قدر انها تتفصل، لكن والله كنا نتمنى انها ما تتفصل، مش كده؟ يجي وجاي ويقول لاي نصراني قاعد كونوا مسلمين، موضوع انت؟ ولا ما هو كده؟ الحلقه دي هسه الصوفي ده بكورك من قبيل عامل ازعاج شديد جدا جدا، صوفي براو بكورك زي الكلمه الشاذه، بينطط زي الأرجوز، واحد بكورك من قبل ما راضي، نادي أبوك الشيخ اللي يجي يقلعنا من هنا هسع، منطق ولا ما منطق؟ الكلام ده منطق ولا ما منطق؟ ما هو ما راضي قاعدين، وشيخه قال سائر الأرض كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كفرخ الحمام. يا أخي شيل الجماعة ديل من هنا، مالهم كله 3 جايين، وهسه قالوا عملات جمعة كمان، واحتمال تكون باقي أيام الأسبوع والأيام التالية، احتمال. عرفت كلامي؟ طيب شفت كيف؟ زي الليله جابوا في جريده الدار وقبل يومين 3 شيخ اسمها شيخ الشذا. هاي دي شيخه، دي شيخه، شيخه بتاعت ايس كريم، شيخه شذا، عرفتها بتاعت ايس كريم دريم ومن هذا النوع، شيخه عجيبه كده. شيخه شذا قال كرامتها شنو؟ هو ده موجود معي المستند في جريدة الدار، قال الكرامة بتاعتها صوفية هي، قال إنه أسطوانة الغاز 10 شهور ما قطعت، قال واتصلنا بشركة أبرسي، ده البليد الكاتب الكلام ده، قال القائم بالأعمال للشيخ شذا السكرتير بتاعه، وأنا ما أعرف ذاته راجل يكون دلوكة سكرتير بتاع مرة كيف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، راجل يكون دلوكة يكون تابع لمرأة، ها ها، شرك وخيابة وبطالة كمان. قال وقد اتصلنا بشركة أبرسي وهنيناهم، قال واتصلنا قال بمدير شنو كده الغاز وهنيناه، قال وهذا إن دل إنما يدل إنه كرامات، مكتوب كده بالجمع كرامات، قال و شنو كرامات أبرسي زي ما قال شيخ أبو بكر هذا، عرفت كلامي؟ ده كده بساكت يا ناس، ما في صوفي ولي أبدا، لكن ممكن تمشي قبة مع أنت أو قبة يطلع منها لبن موية زولي كورك من جوا، ده شغل شيطان. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية قال كان يأتيني أناس من الصحراء فيقولون يا إمام لقد ضللنا الطريق، ضللنا الطريق، فوجدنا صورتك في الهواء تقول لنا امشوا بهذا الطريق ولا تمشوا بهذا الطريق، فسلكنا الطريق الذي أمرتنا به فنجينا أو فنجونا. ابن تيمية يقول لهم شنو؟ إنما ذلكم الشيطان. شوف التوحيد ده كيف؟ قال لهم ده الشيطان، أنت الليلة دي مجرمة ساكت تقول لكم أمة الغاز ما قطعت، ما يمكن رحلتوا من البيت وخليتوها،
انبوبه الغاز ما قطعت، يمكن شغالين فحم، ده هوس كله كذب ساكت. وبعدين ذاته الولي ما بقول للناس انا عندي كرامات تعال اعبدوني يا جماعه، الولي بيمسك الناس في الله. شوف سيد الاولياء قال شنو عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام لما جاء رجل قال له ما شاء الله وشئت يا محمد، قال له شنو؟ قال له اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. شوف الكلام ده كيف. وجاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا نستشفع بك الى الله، او كلمه نحوها، انا نسيت الكلمه، نستشفع بالله اليك، او كلمه خطا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتدري ما الله؟ انه لا يستشفع بالله على خلقه. اتدري ما الله؟ ده سيد الاولياء يمسكك في الله. ودال واحد يقول لك انا انبوبة الغاز ما نزلت، تعال عصر ليك ورعيني، يا بليد يا مجرم يا طاغوت. والبرا هنا يقول لك منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. وده كفر، لانه ربنا يقول لك قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وما حصل يا جماعه، جينا تكلمنا هنا فرشنا مخلايا قلنا ادونا قروش، لانه دايرين انك تصل لله ما لينا. لكن الصوفي، اي صوفي يعمل له حلقه. واكبر اقرب دليل الصوفي اللي كان عنده عربيه صغيره بيجي هنا، تذكروا ام بتاري كبير امبارح كان هنا، مش بعد ما ينتهي بياكل قروشك يبيع لك حجبات. حصل عملناه يا جماعه، حصل عملناه. دايرين انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. تمام يا جماعه، جزاكم الله خير، والى اللقاء في الحلقه القادمه، وبارك الله فيكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.